بتنتهي، فاحنا عايزين بقى الخلطات والوصفات اللي الناس ممكن تمشي عليها علشان تخس. انا هنصح بس بوصفه هي تسد الشهيه وبتعلي معدل الحرق. تمام، الاثنين بتسد الشهيه وبتعلي معدل الحرق. تمام. ممكن تنزل من 6 ل 8 كيلو في الشهر، دي مع النظام الغذائي. تمام، اوكي. المقادير ممكن تسجله ورقة وقلم يا شباب، علشان هنسجل دلوقتي الوصفة السحرية اللي هتنزل من 6 ل 9 كيلو، صح؟ تمام. كوب ماء فاتر، نصف كوب عصير من الليمون، ملعقتين من خل التفاح، ملعقة عسل كبيرة. تمام، نخلط كل المكونات دي مع بعضها البعض. تمام، ونشربهم 3 مرات كل يوم. طيب، يعني قبل وجبة بنص ساعة. تاني يا دكتور وبالراحة كده علشان الناس تلحق تكتب. ماشي، نصف كوب ماء فاتر، اوكي، نصف كوب من عصير الليمون، تمام، ملعقتين من خل التفاح، تمام، وملعقه من العسل النحل الكبيره. تمام، نخلطهم مع بعضهم حتى ايه يتجانسوا مع بعضهم كده، ونشربها قبل الوجبه بنص ساعه 3 مرات يوميا. ثلاث مرات يوميا؟ تمام. طيب.